السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم النشرة الرياضية ونستهلها دائما وابدا بأبرز العناوين. قطر تعبر العراق وتمضي قدما نحو دور الثمانية، وكوريا الجنوبية تلحق بها وتنهي كفاح البحرين في الوقت القاتل. 8 فرق تخوض السباق الأهم لتشكيل مربع الذهب ببطولة كأس آسيا في صراع الأقوياء على لقب القارة الصفراء. أهلا بكم وإلى التفاصيل. حجز منتخب كوريا الجنوبية بطاقة التأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس آسيا، وذلك بعد تغلبها على المنتخب البحريني بهدفين لهدف في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية. فعلى ملعب راشد في مدينة دبي أحرج الأحمر البحريني نظيره الكوري الجنوبي بعدما أجبره على التعادل واللجوء لوقت إضافي، حيث كان منتخب كوريا الجنوبية قد تقدم بهدف في الدقيقة 43 عن طريق هي تشان قبل أن يعدل النتيجة المنتخب البحريني بهدف متأخر عن طريق محمد الرميحي، وفي الدقيقة 107 وقبل ثواني من نهاية الوقت الإضافي الأول سجل كيم جين سو رأسية رائعة لتسكن شباك البحرين ولتحجز بطاقة التأهل لدور الثمانية. وبعد المواجهة تحدث مدربا كوريا الجنوبية والبحرين، وذلك عقب فوز الأولى بهدفين لهدف والتأهل لدور الثمانية من كأس آسيا في مباراة امتدت حتى الأشواط الإضافية. عانينا في المباراة، كان يمكن أن نسيطر على الكرة أكثر. وجدنا صعوبة في الضغط على الخصم لأنهم لا ينتهجون التمريرات الكثيرة. في بعض أوقات المباراة لم نكن قادرين على خلق فرص للتسجيل. بعد أن سجلنا الهدف الأول كنا نتطلع إلى تحقيق الهدف الثاني، لكن لم ننجح في ذلك وسارت المباراة عكس توقعاتنا، وفي النهاية حققنا هدفنا بالتأهل. من دار في خلده أن النتيجة ستكون التعادل بهدف لكل منتخب عند اكتمال 90 دقيقة؟ لا أعتقد أن عددا كبيرا من الصحفيين أو الخبراء اعتقدوا أن النتيجة ستكون كذلك بعد 90 دقيقة. من الصعب على أي منتخب إعداد خطة لمواجهة منتخب قوي مثل منتخب كوريا الجنوبية. وخطف المنتخب القطري آخر البطاقات المؤهلة للدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا 2019 بالإمارات، وذلك بعد فوزه الصعب على المنتخب العراقي بهدف نظيف، ويدين المنتخب القطري تأهله إلى بسام الراوي الذي رجح كفة العنابي بركلة حرة مباشرة في منتصف الشوط الثاني. نتابع. في أمسية ملحمية كبيرة انتزع المنتخب القطري بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي بكأس آسيا بعد فوزه على نظيره العراقي بهدف نظيف ضمن منافسات ثمن نهائي البطولة. جاءت بداية المباراة سريعة وحماسية من جانب لاعبي الفريقين، حيث تبادلا الهجمات في رحلة البحث عن هدف التقدم، وتوالت الفرص الضائعة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. وزادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث بحث لاعبو الفريقين عن فرصة إحراز الهدف الأول، وهو ما تحقق بالفعل في الدقيقة 62 عندما احتسب حكم اللقاء ضربة حرة مباشرة للعنابي صوبها بسام الراوي في المرمى مسجلا هدف التقدم لقطر. وفي الوقت الذي بحث فيه العنابي عن مضاعفة النتيجة كثف لاعبو العراق من هجماتهم في رحلة البحث عن التعادل، لكن دون جدوى ليخرج المنتخب القطري فائزا باللقاء، وبذلك أصبح المنتخب القطري آخر المتأهلين ليصطدم بنظيره الكوري الجنوبي في ربع النهائي. وجاء التأهل القطري التاريخي بعد مشاركة استثنائية في البطولة القارية، حيث تصدر العنابي المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة على حساب الوصيف السعودية، مسجلا عددا قياسيا من الأهداف بعشرة أهداف منها 7 لهدافه الصاعد المعز علي، ليكون أقوى المنتخبات هجوميا ومن الأقوى دفاعيا أيضا. فهل سيواصل العنابي مسيرته الرائعة ويصل إلى نصف نهائي البطولة، أم سيكون للشمشون الكوري رأي آخر؟ هذا وعبر مدرب المنتخب القطري عن سعادته بالتأهل إلى دور الثمانية من كأس آسيا، فيما أبدى مدرب المنتخب العراقي عن أسفه لعدم تأهل أسود الرافدين في مباراة وصفها بأنها كانت متكافئة بين الطرفين.
انتصرنا اليوم على أحد المرشحين في رأيي للفوز بلقب هذه البطولة. إنه منتخب يضم مجموعة رائعة من اللاعبين، ولذلك إنها نتيجة جيدة لنا. سنواجه بالطبع منتخب كوريا الجنوبية، وهو أحد منتخبات المقدمة، فهو منتخب لعب في كأس العالم ويضم مجموعة من أبرز اللاعبين، وبعضهم يلعب في أبرز الأندية الأوروبية. سنعد لكل مباراة في هذه البطولة على حدة، وسنحاول خوض تلك المباراة بأفكار صحيحة. كانت المباراة في رأيي متكافئة، حاولنا الفوز وضغطنا بقوة، لكن الحظ لم يحالفنا بسبب إصابة 3 لاعبين. لم أتوقع ذلك، إذ حدث هذا للمرة الأولى بالنسبة لي، لكننا ضغطنا بقوة ولم نسجل هدفا. بذل اللاعبون قصارى جهدهم، ولذلك قلت لهم ارفعوا رأسكم عاليا، نحتاج للقيام بمزيد من العمل في المستقبل لأننا بحاجة للتحسن. ثمانية فرق تبلغ دور الثمانية بكأس أمم آسيا 2019، وذلك بعد عبور دور 16 في رحلة البحث عن التواجد في المربع الذهبي بشعار التحدي والإصرار في بطولة باتت الترشيحات فيها مفتوحة على مصراعيها. نتابع. 24 فارسا دخلوا رهان كأس آسيا 2019، ثمانية منهم لم يواصلوا المشوار وتوقفوا عند أولى المحطات، حزموا الحقائب وعادوا لأرض الوطن حاملين معهم تأشيرة التواجد في الإمارات وبعضا من الذكريات. ومضى قطار البطولة يحمل في قمراته 16 فارسا تواجهوا بنظام خروج المغلوب لترتفع وتيرة المنافسة ويشتد وطيس الصراع لينجح ثمانية فرسان من مواصلة المشوار والعبور ومحاولة جني الثمار، وعاد الثمانية الآخرون نحو الأرض والدار. الإمارات صاحبة الضيافة تتفاءل كثيرا بأرضها للوصول لآخر المحطات كما فعلت في العام 96، لكنها فقدت البوصلة أمام خبرة الصقور الخضر. هذه المرة الإمارات يجب عليها تجاوز الكانجر الأسترالي الذي وقف سداً منيعاً من بلوغ الأبيض للنهائي في النسخة الماضية، فهل تكون الإمارات بوابة عبوره للمربع مرة أخرى ويشرب أهل الدار من الكأس مرتين؟ أم أن لرفاق زكروني سيناريو آخر يطيح بحامل اللقب ويصالحون جماهيرهم في أهم المواعيد؟ إيران التي عبرت الأحمر بأخطاء مدافعيه ورعونة تعاملهم مع مواجهة كانت في المتناول، سيكون أمام مهمة مفتوحة على كل التوقعات أمام الصين التي لم تقنع حتى الآن، لكنها وصلت في كل الأحوال، وربما يكون لها شأن أمام إيران التي تراهن على التاريخ وتتمنى العودة للمنصة مرة أخرى بعد طول غياب وترقب وانتظار دام عقودا طويلة. أنست الجماهير الإيرانية يوماً كانوا فيه على قمة هرم القارة. قطر التي لم يلج مرماها هدف حتى الآن وسجل لاعبوها 11 هدفاً في 4 مباريات، ستدخل لقاء كوريا الجنوبية بهذا السجل الذي يخيف أي خصم. صحيح أنها لا تملك خبرة مواجهات من هذا النوع في هذا الدور الحاسم مقارنة بالشمشون الأحمر الذي يعرف زوايا دور الثمانية ويحفظ إحداثياتها، فهو أحد الأبطال الذين سجلوا حضورهم في المنصة، بل أنهم أكثر المنتخبات خبرة ودراية بكأس آسيا بكل ما تحمل من خبايا وتفاصيل دقيقة. فهل يا ترى تواصل قطر المشوار وتطيح بكوريا خارج أسوار البطولة، أم ستقف صفحات التاريخ مع أهل الخبرة والحنكة وصياد الفرص؟ كتيبة الساموراي الزرقاء بشعار اليابان التي تملك 4 نجوم في صدارة السجل الشرفي للبطولة ستكون في مواجهة أحد الجيران ذوي العيون الضيقة الباحثين عن مزاحمة الكبار والدخول للبطولة من أوسع أبوابها. الحديث هنا عن فيتنام التي دخلت للمحفل القاري باستحياء وكاد الجميع لا يشعر بوجودها،
إلى أن بدأت خطى لاعبيها تزلزل المتحدين وترمي بالخصوم فريقاً بعد آخر، وبات اليوم أحد أفضل 8 فرق في آسيا كما تقول الأرقام وكما تشير النتائج والإحصائيات. فهل تنهي اليابان طموح فيتنام أم أن مفاجآت الفيتناميين لم تنتهي بعد؟ كلها تساؤلات ستفصح عنها يومين من نار لحسم صراع الكبار في رحلة لا تعرف ولا تعترف إلا بأرض الميدان قرار، وهو ما سيجعلنا للقادم في ترقب وانتظار. سيفتقد المنتخب القطري في مواجهته أمام كوريا الجنوبية المقبلة نجمه عبد الكريم حسن بدور 8 من كأس آسيا، ويأتي غياب اللاعب الأفضل بآسيا عام 2018 عن منتخب بلاده في اللقاء المقبل إثر تراكم البطاقات، حيث حصل على الإنذار الثاني خلال مواجهة العراق بالدقيقة 84. عبد الكريم حصل على الإنذار الأول وذلك خلال مواجهة كوريا الشمالية بالجولة الثانية من دور المجموعات، ووفقا للوائح في البطولة فإن حصول أي لاعب على بطاقتين صفراوتين في مباراتين مختلفتين تمنعه من المشاركة في اللقاء المقبل. وصل منتخب الصين استعداده في أبو ظبي للقاء نظيره الإيراني غدا الخميس في الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا لكرة القدم. وصيف البطولة مرتين يطمح في التقدم خطوة أخرى في النسخة الحالية، ولكن عليه أن يتجاوز أولا المنتخب الإيراني الذي يعد الأرفع تصنيفا في قائمة الفيفا ضمن الفرق المنافسة، ويعول المنتخب الصيني كثيرا على حنكة وذكاء ودهاء مدربه الإيطالي مارشيلو ليبي الذي قاد فيما مضى منتخب إيطاليا للتتويج بكأس العالم عام 2006. أجرى منتخب فيتنام مرانا في دبي استعدادا لمباراته أمام نظيره الياباني حامل اللقب لأربع مرات في دور 8 من بطولة كأس آسيا 2019. فريق المدرب بارك جانغ سو صاحب المركز رقم 100 في تصنيف الفيفا هو الطرف المستضعف في المباراة، حيث تأهل بصعوبة للإقصائيات وذلك ضمن أفضل فرق المركز الثالث في دور المجموعات، غير أن الفريق لا تعوزه العزيمة والثقة في النفس حيث تمكن من التغلب على الأردن محولا تخلفه إلى فوز في دور 16، والتقى المنتخبان مرتين من قبل كان الفوز في كليهما حليف اليابان حيث كسبت الساموراي الأزرق بأربعة أهداف لهدف في دور المجموعات في كأس آسيا عام 2007 وبهدف واحد دون رد في مباراة دولية ودية عام 2011. أشارت تقارير إعلامية إلى أن لاعب المنتخب الوطني محسن الغساني أصبح على رادار الدوري القطري للانضمام في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وقدم محسن الغساني أداء متميزا مع المنتخب الوطني في البطولة الآسيوية الأخيرة ونجح في إحراز هدفين، كما سجل 6 أهداف مع نادي السويق في الموسم الحالي، وهو ما جعله محط أنظار الكثير من الأندية، حيث تشير التقارير الإعلامية إلى أن اللاعب لديه عدة عروض خليجية إلا أنه لم يحدد وجهته المقبلة حتى الآن. قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في النشرة من أنباء. قطر تعبر العراق وتمضي قدما نحو دور 8، وكوريا الجنوبية تلحق بها وتنهي كفاح البحرين في الوقت القاتل. 8 فرق تخوض السباق الأهم لتشكيل مربع الذهب ببطولة كأس آسيا في صراع الأقوياء على لقب القارة الصفراء. وصلنا بكم إلى الختام، شكرا على طيب وكرم المتابعة، دمتم بحفظ الله ورعايته، في أمان الله.